الأخبار من قناة اليمن اليوم. أدان الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية السابق الجريمة الإرهابية التي استهدفت المدنيين في المركز الثقافي في محافظة إب أثناء إقامة احتفائية بالمولد النبوي الشريف وأدت إلى سقوط العشرة بين شهيد وجريح. وأشار الزعيم في اتصال هاتفي أجرته معه قناة اليمن اليوم إلى أن هذه الأعمال تنم عن نفوس حاقدة ومريضة لا تمت للإسلام ولا للدين الإسلامي الحنيف بأي صلة، مجددا دعوة المؤتمر الشعبي العام إلى كافة القوى السياسية دون استثناء لمصالحة وطنية شاملة والترفع عن الجراح، مقدما التهاني لكوادر قناة اليمن اليوم بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لانطلاقها، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود الإعلامية وإرساء منبر توعوي بناء. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا مساء الخير يا شباب. مساء النور. وقبل أن أتحدث إلى الكادر الإعلامي في قناة اليمن اليوم، وأعزي نفسي وأعزي الشعب اليمني على هذا الحادث المروع الإرهابي الذي طال عدد من الشباب في محافظة إب، وليس هذا لأول مرة ولكنها تكرار لمرار سبقت في ميدان السبعين وكلية الشرطة والسجن و أبين وشبوة حضرموت وفي عدة مناطق هذا العمل الإرهابي المدان والغير مقبول. فقبل أن أهنئكم ككادر إعلامي في قناة اليمن اليوم، أعزي نفسي وأعزي الشعب اليمني. النقطة الأخرى هو تهانينا إلى شعبنا اليمني العظيم وللأمة العربية والإسلامية بالمولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. كما أهنئكم بعيد رأس السنة الميلادي 2015، إن شاء الله يكون هذا عام المصالحة والتسامح والترفع فوق الجراح، وأن نترك الماضي وراء ظهورنا وأن لا نبقى مشدودين إلى الماضي، مثقفين وسياسيين وشعراء وأدباء وكتاب، فلنرتقي بشعبنا مثل ما ارتقى بنا وحقق وحدته العظيمة في يوم 22 من مايو عام 1990. هذا حدث تاريخي. نعم. فيجب على كل السياسيين أن يرتقوا بهذا العمل إلى مستوى أرقى وأن يتصالحوا ويتسامحوا دون أن يتذكر الناس الماضي مأساوي. وفي حقيقة الأمر، وأنا أذكر من معاكم وضيوفكم في قناة اليمن اليوم، عمر المشاكل اليمنية منذ فجر ثورة 26 من سبتمبر ما احتلت على أيدي الخارج، لا عن طريق الأمم المتحدة ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا الجامعة العربية ولا حركة عدم الانحياز ولا اللجان الذي شكلت بالتراضي بين الأشقاء في المملكة ومصر. هذه كلها لن تحل المشكلة، ولكن تحل المشكلة اليمنية بأيدي اليمنيين. اليمنيين هم المسؤولين والمعنيين بهذا الأمر. كنا نعتقد أن مؤتمر الحوار سيخرج بنتائج إيجابية وتصالح وتسامح، تصالح وتسامح بكل ما في الكلمة بالمعنى، ولكن هرج ومرج وتسجيل مواقف، وكل واحد يشوت الكرة في وجه الطرف الآخر. ما كلنا شاطرين، علينا أن نتصالح ونتسامح. نعم. ونحل مشاكلنا بأنفسنا كشعب واحد. نعم. واحدة أنت لغته واحدة. نعم. أنت دعوت قبل أيام أو أسابيع إلى مصالحة وطنية شاملة، هل سيعمل المؤتمر الشعبي العام مع كل القوى السياسية والأحزاب لإنجاز أوسع وأوضح وأمتن مصالحة لليمنيين في عام 2015؟ المؤتمر الشعبي العام وحلفائي يا محمد، المؤتمر الشعبي العام وحلفائي دعا إلى مصالحة وطنية دون استثناء. نعم. نحن نعرف أن هناك قوى سياسية في الساحة مسيرة أنها تستثني بعض القوى، كيانات سياسية. نعم. أصبحت على أرض الواقع واقع، ف
فليتسامح الجميع واللي ارتكبوا فوق الجراح. ولا داعي لاستخدام الألفاظ والمصطلحات. نحن عارفين بفضل الثورة تثقف الناس وتعلموا المصطلحات السياسية. نعم. وتعلموا اللغة والفصحى واللغة الدارجة. وتعلموا عدة لغة. نرتقي بشعبنا إلى مستوى أرقى وأسمى. لا تنتظروا الحل من الخارج. الحل من الخارج يغذي الصراع في الداخل. وما هو الصراع في الداخل إلا انعكاسا لما يأتينا من الخارج. لأننا أصبحنا رهائن للخارج. ابتعدوا عن الارتهان الخارجي وارتهنوا لهذا الوطن. وطن سبتمبر وأكتوبر والثاني والعشرين من مايو. نعم. خلونا نرتقي على هذا الأساس. نعم. فلنختلف فلنتباين مش مشكلة. لكن نبتعد عن العنف. نبتعد عن إراقة الدم. لماذا سلم علي عبد الله صالح كرسي السلطة في عام 2011؟ هو تجنب لإراقة الدم، لأن هناك قوى سياسية متعطشة لإراقة الدم وتريد أن تركب الموجة أو تطلع على كرسي السلطة على حساب دماء المواطنين الأبرياء. قلنا لا، الدم اليمني غالي، فليذهب الكرسي وإلى الأبد وليبقى الشعب اليمني. على هذا الأساس تركنا السلطة ودعينا وتبنينا أنا والمؤتمر الشعبي العام وكل القوى السياسية والشريفة إلى وثيقة إلى المبادرة الخليجية. نحن الذي شاركنا، الذي رسمناها وخلينا الإخوان يبادروا بها. قلنا ما الوجه للجميع؟ علينا أن نتفق، نتصالح، نتصارح ونتصارح. أوقف العم، أوقف الإرهاب، في إرهاب دموي وفي إرهاب فكري وفي إرهاب ثقافي وفي إرهاب سياسي. يوقف هذا الإرهاب السياسي، يوقف ويتوقف الناس. أنتم عقلاء ومثقفين، وأنا أحول على كوكبة من البشر خريجين أكاديميات، أكاديميين من كل أنحاء العالم يتحملوا مسؤولية، لا يناموا في بيوتهم، يساهموا. هذا هو رأيي في الجانب السياسي. الحل والحل بأيدي اليمنيين أنفسهم. فلنلتقي على طاولة الحوار، مش الحوار الترشاد، حوار الصراحة والوضوح، مش تشكيل المواقف ولا الانفعالات. حوار بأيدينا ونرعاه بأنفسنا. ما حد رعانا، لا محمد ولا جمال ولا جمال ولا زعطان ولا فساد. رعوا أنفسكم، خذوا كل المكونات السياسية وتبقى على طاولة واحدة. شوف العالم كله تتحارب الشعوب وتتوتر وتقدم تضحيات وفي نهاية المطاف لا بد أن يتصالح. طيب ليش ما نتصالح بدون إراقة الدم؟ خلينا نترك إراقة الدم ونتصالح. نعم. نتصالح ونتصالح ونغتلب لبعضنا. أنا أغتلب، إذا اغتلبت لأبناء شعبي مش عايز أغتلب لأبناء الشعب. الغيب إن العيب إن أغتلب للأجنبي أو للآخر، إن هذا خلاص. أنا أترك السياسة، قد أنا ملي السياسة، لكن حبيت أن أساهم معاكم. فاسمحوا لي أنا أهني قناة اليمن اليوم الذي مر عليها أكثر من 3 أعوام وهي تؤدي رسالة إعلامية. أنا أتمنى أنها تتجنب كل السلبية، مش سلبيات هاي، سلبيات الإعلام بشكل عام. نعم. المرئي والمسموع والمقروء لكل القنوات الفضائية اليمنية أو القنوات العربية، وأن تكون القنواتنا قنوات مهنية. نعم. مش قنوات مسيسة، قنوات مهنية. خذ، أنا في حق أنا أختار زوجتي وسواق، لكن ما حق أنا أختار الآخرين المثقفين. أنا هذا مثقف أتعامل معه. صحيح. عيب. أنا أختار اللي يشتي يطلع معي في القناة، يطلع معي في القناة. لا، هذا هو من الحزب الفلاني، تطلع من الحزب الفلاني. بالعكس، رأيك رأي جيد، اطلع ساهم مع رأيك. ليش نهمشك؟ أنا قناة اليمن هي لكل اليمنيين. نعم. وأنا أدعو كل اليمنيين أنها قناة كل اليمنيين دون استثناء.
وعلى أساس أن تكون مهنية، وأتمنى من كل القنوات الفضائية اليمنية أن تكون أيضا مهنية دون شخصنا، دون الابتسامات الصفراء. نعم نعم، دون هذا سيبوه ارموا على جنب، تكلموا بوضوح، تكلموا بصراحة، تكلموا بشفافية أيضا. طيب صحيح في بعض الشفافية فيها شيء من العلم على بعض الناس، لكن في إطار الممكن، الممكن أن تكون في شفافية، ألا تجرح مشاعر الآخرين، ألا تأذيهم. الإعلام خلال السنوات الماضية أجد وعمل تسطع في الوحدة الوطنية، هو ما خدمش الوحدة الوطنية، يعني هو عمل تسطع في الوحدة الوطنية، وإيد إحنا خصوص في كل مكان. ليه أنا أمه واحدة؟ قبل التعددية الحزبية يا شباب كنا في بوثقة واحدة اسمه المؤتمر الشعبي العام، هذه الأحزاب كلها فرقت من وين؟ من المؤتمر الشعبي العام. هذه الأحزاب تاهمت في الميثاق الوطني، كويس، كل واحد عنده نصيب. جاءت التعددية السياسية، كل واحد يأخذ طريقه، ما في مشكلة، لكن أنا ما أخاف، ما أذيك، ما أشمك، ما أخذت الألفاظ الغير مسؤولة. وصلت قباحة إلى أن العالم الخارجي يتركبنا ويقول هذا مش إعلام. نعم، هذا شتائم. طيب يا أخي انتقد، تعال انتقدني، اكتب بشكل موضوعي على إيه؟ في فساد؟ نعم. أين الفساد؟ أتمنى أين الفساد؟ امتك الألم، فين الفساد؟ ما تعمم، أين الفساد؟ وحط يدك على الفساد، حط يدك على الاختلالات الأمنية، حط يدك على معيشة الناس، وين الناس يعيشوا الآن؟ نعم، أين المواد الغذائية؟ أين المواد النفطية؟ أين المواد الغازية؟ أين المواد؟ كان في الماضي قبل 2011 عدد من الخطباء للأسف الشديد كان يخطبوا ويقول يا شعبنا اليمني العظيم الناس تأكل من الزبالة، الآن بنأكل من الزبالة يا شعبنا اليمني العظيم. أنتوا فين؟ طيب شكرا. نعم، تحياتي لكل الكادر الإعلامي داخل قناة اليمن اليوم، وتحياتي لكل القنوات الفضائية اليمنية ولكل العاملين فيها ولكل أبناء شعبنا اليمني العظيم دون استثناء. دون استثناء أحيي الجميع، وأتمنى من الجميع أن يسمو إسهاما فاعلا في بناء يمن جديد، يمن جديد 2015 نبتعد عن العمق ويحل الحوار محل الأمن. نعم، تحياتي، شكرا جزيلا لكل العاملين ولكل الموجودين في الاستثناء. وحين